بسم الله. استاذ احمد اسماعيل المحامي من قبضة المحامين وعضو لجنة حقوق الإنسان، والذي رافق الشيخ أصواني، الشيخ محمد أصواني، أقدم سجين سياسي في مصر في أنهاية إجراءات خروجه في قسم عين شمس. أرجو منك بس شرح، يعني هل في عقبات؟ ماذا حدث وأنت تنهي إجراءاته يوم الجمعة الماضي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو الحمد لله احنا ربنا وفقنا طبعا الاخ محمد الاسواني طبعا شاف النور بعد فتره من المعاناه طبعا عند النائب العام وعند المحامي العام ووزير الداخليه. الحمد لله هو الراجل، احنا ما رحنا القسم كان الناس مرحبين بينا جدا وسرعوا معنا في انهاء الاجراءات، بل بالعكس هم يعني ساعدونا حتى على ان احنا حتى نتغاضى عن اجراءات كمان كانت مطلوبه انها تتعمل، ساعدونا فيها هم سهلوها معنا يعني سهلونا في الاجراءات قوي. ما عدناش الا 3 ساعات في القسم وخلصنا وبفضل الله. يعني حصل سرعه انهاء الاجراءات وسرعوا معانا على الاخر بصراحه. القانونيه باسلوب يعني باسلوب راقي ومحترم، وكان ضباط محترمين ونخص بالشكر معاهم المباحث بتاع قسم عين شمس اسمه احمد كامل، ده راجل محترم. وضباط تحت ناس محترمين. وما قعدناش حتى الراجل ما نزل ما دخلش حجز ولا دخل اي حاجه، ده انه قعد على الكرسي بتاعه راجل مريض على اساس راجل مريض. خلصنا اجراءاتنا وخدنا الشيخ وشكرناهم ومشينا. هل كان في تعاطف من قبل منهم من قبل قسم عين شمس على واحد بقاله 30 سنه وطالع مريض وكانوا متعاطفين معاه جدا وكانوا حاسين بيه وهم نفسهم قالوا احنا نفسنا نعمل معاكم اي حاجه بس احنا القانون بنطبقه بس. تمام. بس هم الراجل ناس كانوا محترمين جدا بصراحه. فانت من هنا بتشكر يعني اشكر وزاره الداخليه واشكر وزير الداخليه على على معاملته الانسانيه للمساجين السياسيين ومأمور قسم عين شمس نشكره طبعا. الراجل ادى تعليماته اليوم قال لهم شوفوا هم عايزين ايه وخلصوها لهم ومباحث قسم عين شمس بصراحه ناس محترمين جدا. يعني الناس مفيش تاثير؟ لا 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 لا, لا, لا ما تاثروش بحاجه رغم ان كان في تهديدات للاسواني، الناس ما تاثروش باي تهديدات والناس مشوا وقال لك احنا قانوني ومشي اجراءاتك القانونيه كلها اللي انت عايزه احنا تحت امرك. راجل قعيد وراجل بس وراجل قعيد اصلا مش مستحمل، ده الراجل ما بيعرفش يعني يمشي خالص. لكن الحمد لله مفيش اي عقبات. لا 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 الحمد لله ما كانش في عقبات وقفت قدامنا في القسم لانه هو حتى كمان كان الراجل بيتابع حتى من وزاره الداخليه انه الراجل خرج وصل ما وصلش مشي ما مشيش كده يعني فالحمد لله. يعني نقدر نقول الشرطه في ثوبها الجديد؟ في ثوبها الجديد ما اقدرش اقول لك الشرطه كلها لان برضه قابلنا الواقع الذي حدثت يوم الجمعه هي ده ثوب الشرطه الجديد اللي احنا نحبه. ماشي. بس لكن قبل كده وقبل يوم الجمعه كان في مواقف تانية الشرطه ليست ثوبها الجديد. الشيء اللي هو الامر السيء بنقوله ولكن الامر الكويس بنقوله، الناس محترمين جدا 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 الوصف. شكرا استاذ. العفو يا استاذ. خليك معانا وعضو لجنه حقوق الانسان. شكرا لك يا ريس. ربنا يخليك.